بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المنطقة الواقعة بين المدينة وأحد، انسحب عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلث الجيش حتى يحدث اضطرابا بين صفوف المسلمين. وقال في هذا اليوم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، على ما نقتل أنفسنا. يعني أنتم رايحين، معنى كلامه مهزومين مهزومين، وإن أنتم لم تعدوا العدة، وإن عددكم قليل، وكذا وكذا، كلام فيه تخذيل للمسلمين بعد التشجيع الذي حث أو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على الجهاد. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم سار ومعه 700 من الصحابة تقريبا، فعسكر بهم بجوار جبل أحد، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى 3 كتائب. يعني الخطة الحربية في غزوة أحد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. 3 كتائب الكبرى اللي وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بقيادة مصعب بن عمير، أسيد بن حضير، الحباب بن المنذر رضي الله عنه، كتيبة بقيادة سيدنا مصعب، كتيبة بقيادة أسيد بن حضير، وكتيبة بقيادة الحباب بن المنذر أو الحباب بن المنذر. حثهم النبي صلى الله عليه وسلم القادة والجنود على الجهاد والصبر والطاعة والطاعة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. يعني طاعة مصعب بن عمير حين يكون هو قائد الكتيبة من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور المسلمين إلى جبل أحد، يبقى الجيش بيقابل العدو وظهره الجبل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل أو على الجبل 50 راميا، يعني ناس من الرماة معهم السهام، بحيث لو جه حد من ظهر الجبل من ظهر المسلمين وهم بيحاربوا يصدون ظهور المسلمين عن المسلمين، بحيث يتفرغ المسلمين للعدو الذي أمامهم، لأن العدو لو جاء للمقاتل من أمامه ومن خلفه يضطرب العدو لأنه ظهره مش محمي. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أراد حماية ظهور المسلمين بماذا؟ بالرماة 50 الذين وضعهم على جبل أحد. ووضع هؤلاء 50 تحت إمرة قائد أيضا، وتحت إمرة أمير أيضا، هو عبد الله بن جبير. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تبرحوا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. يعني الكلام واضح، كلام في غاية الوضوح، وهو إن انتصر المسلمون برضو خليكم فوق الجبل، إن رأيتمونا نهزم ونقتل فلا تنزلوا أيضا من الجبل. بدأت المعركة، المسلمين أبلوا في المعركة بلاء حسنا، الصحابة رضي الله عنهم كل واحد التزم بالأوامر النبوية، حتى كاد المشركون أن ينسحبوا منهزمين، بل وتبعهم المسلمين في بعض الأماكن أو في بعض المواقع يقتلونهم ويغنمون منهم. الرماة لما رأوا أن المسلمين أو كفة المعركة بتميل ناحية المسلمين نزلوا ظنا منهم أن المعركة انتهت، نزلوا من الجبل ظنا منهم أن المعركة انتهت، وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أميرهم عبد الله بن جبير هو أمير الرماة الذين كانوا فوق جبل أحد، فظل مكانه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عدد قليل من الرماة. سيدنا خالد الوليد في هذا الوقت لم يكن مسلما، انتهز الفرصة، شاف أرض المعركة، والقائد الناجح الذكي دايما كده يشوف أرض المعركة ككل، وإن هزم في موقعة أو في منطقة
يذهب إلى غيرها وهكذا. سيدنا خالد شاف أن ظهر المسلمين تقريبا انكشف، فأخذ مجموعة من المقاتلين والتف وصعد فوق جبل أحد وهاجم هؤلاء الرماة وأعمل فيهم القتل، ثم هاجم الصحابة وهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلف. فصار الآن المشركون من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من خلفهم. طبعا لما ده بيحصل اضطراب في بين الجنود، والصفوف المنتظمة انتظامها هذا بيفتقد، وبالتالي الناس ما بتبقاش عارفة أين تذهب. في ظل هذه الأجواء اللي فيها المشركون من أمام المسلمين ومن خلفهم، طلعت إشاعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. شاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فازداد فزع الناس. يعني تخيل أنت المشركين جاي لك من كل مكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، أو شاع هذا الخبر، أو في حد صاح بينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فالناس يزدادون فزعا وخوفا، وعزيمتهم طبعا تخور. في هذه اللحظات النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط المعركة. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد قتل، ولكن الواقع أن صلى الله عليه وسلم شج في وجهه، يعني جرح في وجهه وكسرت رباعيته، بعض أسنانه صلى الله عليه وسلم كسرت، لكنه كان ثابتا صلى الله عليه وسلم، ومعه مجموعة من أصحابه حوله، التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا طوق حول النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه بأجسادهم في صورة رائعة. وكان بعض هؤلاء الصحابة بعض النساء، مش الرجال فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم حماه الرجال والنساء في معركة أحد، خوفا عليه صلى الله عليه وسلم وحرصا عليه. المسلمين امتلأت قلوبهم يعني خوفا وفزعا، ووصلوا إلى حالة كبيرة جدا من الإعياء والتعب والألم. الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ألقى في قلوبهم السكينة، بعد ما ثبتوا قليلا ألقى في قلوبهم السكينة، واستطاعوا أنهم يستعيدوا صفوفهم مرة أخرى، وانهزم المشركين. لكن بعد ما كان المسلمين يعني إما بين قتيل وبين جريح، فالمسلمين نعم يكادون، يعني يكاد يكون كفة المعركة في صالح المسلمين، لكن مع خسائر كبيرة جدا حصلت في هذا اليوم. المعركة تقريبا شبه انتهت. الله سبحانه وتعالى من على المسلمين في هذا الوقت، وقبل الرجوع إلى المدينة أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم بعض النعاس ليستريحوا. الله عز وجل يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. سيدنا أبو طلحة كان ممن يحضرون أو ممن حضروا هذه الغزوة، فقال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. يعني كأنهم نعسوا، بعضهم هو واقف بعضهم هو جالس. ألقى الله عليهم سبحانه وتعالى، ألقى الله عليهم النوم. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وبات ليلة، يعني النبي رجع وبات ليلة واحدة في المدينة، ثم صلى الفجر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأمر كل من شارك في القتال في غزوة أحد أن يخرج معه لتتبع المشركين وقتالهم. يعني النبي ما كانش عجباه نتيجة المعركة، النبي لم يرضى بهذه النتيجة، إن احنا نرجع إلى ديارنا وإحنا مثخنين بالجراح بهذه الطريقة. العامل النفسي هنا هيبقى المشركين رجعوا إلى ديارهم وهم يظنون أنهم منتصرين، فبعد كده هيتنمروا ويستأسدوا على المسلمين، وسيتخذون المسلمين لقمة سائغة، كل شوية يجيبوا مجموعة ويحاربوا ويقاتلوا ويهاجموا المدينة. فكان لازم يرجعوا وهم في قلوبهم الخوف، معنى الخوف مش معنى الانتصار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بتتبع المشركين، هنخرج الآن
وهنلحقهم في الطريق ونقاتلهم مرة أخرى. وعلشان أصحابه رضي الله عنهم لا يدب في قلوبهم معنى الخوف والخور والهزيمة، أمر فقط من حارب أن يحارب، يعني مش هيخرج مع المسلمين إلا من شهد المعركة حتى وإن كان جريحا يخرج لتتبع المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقعت بعد ذلك معركة صغيرة سميت بعد ذلك بغزوة حمراء الأسد، وقعت بعد غزوة أحد، وانتصر فيها المسلمون. فمجموع المعركتين أحد وحمراء الأسد كان الانتصار للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه المعركة بتبين مجموعة من الدروس المهمة جدا اللي بعضها جاء في آيات القرآن العظيم. من أهم الدروس اللي بناخدها من هذه المعركة هذه المحبة الشديدة التي ظهرت من الصحابة رضي الله عنهم تجاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة زي ما قلنا لحضراتكم لما أشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وامتلأت قلوبهم بالخوف وكذا، كان في النبي كان في الواقع موجود لم يقتل، لكن كان موقف النبي والمجموعة اللي حواليه في غاية الصعوبة، يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم حرفيا، يحمونه بأجسادهم حرفيا، وبالغوا في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبو طلحة كان يرفع صدره ليتلقى السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني أنا أحميك برقبتي يا رسول الله. وأبو دجانة أحد الصحابة أيضا كان يحمي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والسهام أيضا تقع عليه، يعني كان يتلقى السهام أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتحرك، لأنه يعلم أنه لو تحرك السهام ستصيب النبي صلى الله عليه وسلم. مالك بن سنان أيضا كان ممن حموا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، حتى إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم شجت وجنته وشج رأسه، مالك بن سنان امتص الدم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطهر له الجرح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وهو يحارب أثناء الحرب أراد أن يصعد فوق صخرة حتى يستطيع أن يقاتل وأن يحارب، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة، يبدو أنها كانت عالية، فطلحة بن عبيد الله جلس تحت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل من جسده درجة ليصعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يصعد فوق الصخرة. طلحة بن عبيد الله يعني جعل نفسه تحت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بفعله وبفطانته فدعا له بالجنة وقال أوجب طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. أيضا في هذه الغزوة امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخيلوا امرأة كل سندها في الدنيا زوجها أخوها أبوها كلهم فقدوا في المعركة، وجاء هذه المرأة خبر وفاة هؤلاء الثلاثة، وهذه المرأة اللي طالع على لسانها الذي تتحدث به دوما ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي الآن لا تفكر في زوجها، لا تفكر في أخيها، لا تفكر في أبيها، ولكن كل اللي يهمها هو ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التطبيق الحرفي والمصداق الفعلي لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه المرأة الصالحة كانت تهتم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اهتمامها لشأن أبيها وزوجها وأخيها، فكانت لما تسأل ما فعل رسول الله كانوا يجيبونها ويقولون خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. طبعا المرأة لم تقنع بهذا الكلام، قالت أرونيه حتى أنظر إليه، فلما أشاروا إلى رسول الله أشاروا على رسول الله رأته
قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة بعدك صغيرة يا رسول الله. لذلك يا أخوانا أي واحد فينا يحصل له مصيبة، يفقد حد من حبايبه، تحصل له مصيبة من مصائب الدنيا، دايما يذكر نفسه بهذه الكلمات العظيمة التي نطقت بها هذه المرأة العظيمة: كل مصيبة بعدك صغيرة يا رسول الله. يعني نتذكر إذا الواحد حصلت مصيبة يتذكر مصيبة الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين تخلقوا في هذه الغزوة بمعنى قول الله سبحانه وتعالى الذي جاء في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا الإيمان لا يكون كاملا في قلب المسلم إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الناس جميعا، من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن والسيارات والعقارات وكل ما نسعى إليه. فمحبة النبي ينبغي أن تتقدم، محبة الله ورسوله ينبغي أن تتقدم على كل هذا. من الدروس المستفادة أيضا المهمة اللي ممكن نأخذها من هذه الغزوة هو أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها كل شر. المعركة كانت بتسير في خطوط جيدة، لكن لما الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الموازين تماما، وترتب على هذا قتل بعض المسلمين، وترتب على هذا جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب على هذا الخور والضعف والانهزام الذي كاد أن يحصل في صفوف المسلمين. فإذا المعصية، معصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها الشر كل الشر، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير كل الخير. ومن ثم على كل مسلم أن يوطن نفسه إذا أراد أنه ينتصر سواء على أعدائه أو ينتصر على شيطانه أو ينتصر على صعوبات الحياة أو بلاء الدنيا، عليه أنه يوطن نفسه على أنه يضبط بوصلته على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاصي سبب كل عناء وطريق كل شقاء. الله عز وجل يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن النجاة والسعادة في طاعة الله ورسوله. من الدروس المستفادة المهمة أيضا هي مسألة الموازنة، أو أين نضع الدنيا وأين نضع الآخرة. الدنيا يا أخوانا هي دار عمل حتى نتأهل وحتى نحجز مقعدنا في الآخرة، وبالتالي الدنيا ينبغي أن تكون وسيلة، الغاية هي المستقر، هو النعيم هو ليس هنا وإنما في الآخرة. وبالتالي الرماة هؤلاء ما الذي دعاهم إلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي دعاهم هو ببساطة تفضيل الدنيا على الآخرة، النظر إلى المغانم، أرادوا أن يشاركوا في المغانم. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنت أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا الآيات التي نزلت هذه كشفت عما في قلوب بعض الناس، وكشفت عما في قلوبنا جميعا، وهو أنه سيحصل أننا نفضل الدنيا على الآخرة. والواقع الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن نسعى إليه جميعا، هو تفضيل الآخرة على الدنيا. الدنيا زي ما قلنا لحضراتكم وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حلوة وجميلة وفيها زينة، لكن الآخرة هي دار المقر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، لأنه بيخاطب رجال،
طب إذا كان النبي يخاطب النساء هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم فاتقوا الدنيا واتقوا الرجال. ومش معنى اتقوا النساء أو اتقوا الرجال إن يبقى في عداوة بين الاتنين، ولكن معناها إن إحنا نتقي كل ما يؤدي إلى الفتن والعياذ بالله. أيضا من العبر المهمة اللي ظهرت والدروس المهمة اللي ظهرت من خلال هذه الغزوة هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم عصي في هذه الغزوة، وكان يمكن بصفته حاكم وقائد عسكري والحاجات دي كلها أنه يقتل كل من خالف أمره، زي ما القادة العسكريين الآن بيعملوا، أنه والله ده خالف أمري في المعركة يقتل في المعركة مباشرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يروى عنه ولم يؤثر عنه أنه عنف واحدا من الرواة، و يعني خاطبهم صلى الله عليه وسلم بكل رفق وحكمة، وأعلمهم أنهم أخطأوا في حق أنفسهم وفي حق المسلمين. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الغزوة قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت الكافرين الذين آذوه في هذه المعركة وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه بعد إصابته في الغزوة كان يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني تخيلوا ناس جايين هجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجرحوه، ولو تمكنوا منه لقتلوه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في هذه الغزوة دروس كثيرة جدا، نكتفي بهذه الدروس. نرجع إلى أسباب النزول كما أوردها الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى، ونشوف ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، في سورة آل عمران الآية رقم 121. يقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. غدوت يعني خرجت مبكرا، الغدوة هو أول النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مبكرا إلى غزوة أحد، وكان عندها في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فخرج من منزل السيدة عائشة رضي الله عنها لابسا عدة الحرب. لماذا؟ ليؤهل نفسه ولينظم الصفوف بصفته صلى الله عليه وسلم قائد هذه المعركة. وإذ غدوت من أهلك يعني من عندي السيدة عائشة، من عندي أهلك، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تبوئهم يعني تهيئهم وتعدهم وتنظمهم مقاعد للقتال، والله سميع عليم، الله سميع لدعائك، عليم بأحوال المؤمنين وأحوال عدوهم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. في هذا اليوم بنو سليم وبنو حارثة، وكانوا من المسلمين، كادوا يفتتنون. احنا قلنا لحضراتكم ان عبد الله بن ابي بن سلول رجع مع ثلث الجيش. طبعا لما يرجع ثلث الجيش ده عدد كبير جدا، وبعدين يقول لهم كمان ان انتم رايحين تقتلوا نفسكم يا جماعه، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، دي مش هيبقى قتال، ده هتبقى مقتله، احنا رايحين نموت نفسنا. فطبعا هذا الكلام يغر بعض ضعاف الايمان. فإيه اللي حصل؟ بنو سليم وبنو حارثة تحركت نفوسهم، وهم من المؤمنين وليسوا من المنافقين، تحركت نفوسهم ليتحركوا مع عبد الله بن أبي خوفا من لقاء من لقاء المشركين، إلا أن الله سبحانه وتعالى عصمهم من هذا وثبتهم ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الآية تحكي هذا الذي حصل في نفوسهم، فقال الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. الفشل هنا هو عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا
والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنه أعانهم في بدر، وكما أعانهم في بدر أعانهم في أحد إلى آخر الآيات. تعالوا نشوف كده ماذا قال الإمام السيوطي في هذه الآيات من أسباب النزول. يقول: أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الله بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، أخبرني عن قصتكم يوم أحد. فقال: اقرأ بعد 20 و100 من آل عمران تجد قصتنا. يبقى إذن الآيات من 121 إلى قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، دي الآيات اللي بتحكي ما حصل مع المشركين في مع المسلمين في غزوة ماذا؟ في غزوة أحد. قال: هم الذين طلبوا الأمانة من المشركين، إلى قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، الآية رقم 143. قال: هو تمني المؤمنين لقاء العدو، إلى قوله: أفإن مات أو قتل انقلبتم، قال: هو صياح الشيطان يوم أحد قتل محمد. إذن احنا عرفنا من خلال هذه الرواية إنه الذي صاح يوم أحد قتل محمد حتى يعني يحصل الخور ويحصل الضعف في نفوس المسلمين هو الشيطان. قال: هو صياح الشيطان يوم أحد قتل محمد، إلى قوله: أمنة نعاسا، قال: ألقى عليهم النوم. يبقى الآيات من 121 إخواننا لحد 154 بحسب هذه الرواية تقريبا كلها يتحدث عن غزوة أحد. ثم قال: وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت في بني سلمة وبني حارثة إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. وقلنا لحضراتكم يعني إيه الهم اللي حصل منهم، وهو إن هم كادوا يستجيبوا للانسحاب اللي حصل من المنافقين وكادوا يرجعون معهم، لكن الله سبحانه وتعالى عصمهم من ذلك. ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم عن الشعبي: إن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق عليهم، فأنزل الله: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، إلى قوله مسومين، فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة. ده واحد يعني يبدو أنه كان متعهد للإمدادات، إمدادات بالرجال ونحو ذلك، يعني واحد يجيب مرتزقة ليحارب في الحروب أو نحو ذلك، فكان يمد المشركين، فلما علم المسلمون ذلك شق عليهم أنه يعني سيمدهم بالرجال ونحن لا نجد من يمدنا وسيكون عددهم أكثر منا ونحو ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى طمأن المسلمين بأن هذا الرجل إن أمد المشركين بالرجال فالله عز وجل سيمدكم بالملائكة. والمسلمين عندها سلموا لهذا وآمنوا بهذا. ثم في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، روى أحمد ومسلم عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. إذن هذه الآية معناها إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعلمنا في صورته، وإلا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفهم جيدا عن الله سبحانه وتعالى مراد الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يقول واحد منا: ده أنا مكانتي عند الله كبيرة، إزاي ربنا يبتليني؟ ده أنا والله فعلت وفعلت للدين، كيف يحصل معي ذلك؟ فنقول لك: أهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل خلق الله على الإطلاق يحصل معه ذلك. ليه؟ لأن الأمر كله بيد الله، محدش ببساطة ليه شيء عند الله سبحانه وتعالى، لا يسألوا، دي القاعدة، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. أنت مقامك مع الله عز وجل هو مقام العابد، مقام العبد مش مقام الرب، وبالتالي ليس لك مع الله سبحانه وتعالى إلا التسليم التام. ثم قال: وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا
اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخرها. فتيب عليهم كلهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هنا على رؤوس المشركين، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم هنا على رؤوس المشركين لا تنافي الرحمة، لا تنافي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وفي الآخر يريد للخلق الهداية، ثم رأى أن الخلق يقودهم إلى الضلال ويقودهم إلى النار مجموعة معينة أقام النبي عليهم الحجة ولم يهتدوا. فإذا لعن هؤلاء، إذا مات هؤلاء، إذا عوقب هؤلاء، اتخذهم الناس عبرة وعظة، أو أزيح شرهم عن العباد، فربما يهتدي من خلفهم من أتباعهم. فلذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء أيضا مغلف بغلاف من الرحمة. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. قال وروى البخاري عن أبي هريرة نحوه. قال حافظ بن حجر: طريق الجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين في صلاته بعدما وقع له من الأمر المذكور يوم أحد، فنزلت الآيات في الأمرين معا فيما وقع له وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم. يعني الحافظ ابن حجر بيقول إنه لا مانع أن تنزل الآية الواحدة ويكون لها أكثر من سبب. وعلماء القرآن يعبرون عن هذا فيقولون: ربما يتعدد السبب والمنزل واحد. قال: لكن يشكل على ذلك ما وقع في مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفجر: اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصية، حتى أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. وجه الإشكال أن الآية نزلت في قصة أحد وقصة رعل وذكوان بعدها، ثم ظهرت في علة أخرى، علة الخبر، وهي وأن فيه إدراجا، فإن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك مسلم، وهذا البلاغ لا يصح فيما ذكرته. قال: ويحتمل أن يقال أن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ثم نزلت في جميع ذلك. إذا يعني خلاصة المسألة هنا أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأنه هذه الآية نزلت عقب عدد من الأسباب، وأنه ربما تتأخر بعض الأسباب أو تتقدم بعض الأسباب لا بأس. ثم قال: ما أخرجه البخاري في تاريخه وابن إسحاق عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تنهى عن السب. ثم تحول فحول قفاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف استه فلعنه ودعا عليه، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. ثم أسلم الرجل فحسن إسلامه مرسل غني. طيب، إيه معنى هذه الآية؟ معنى هذا الخبر؟ معنى هذا الخبر إنه هذا الرجل من قريش جاء مستهزئا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنت بتنهى عن السب؟ طيب أنا هحاول بقى أخرج منك السب، سأحاول أن أخرج من لسانك السب. فماذا فعل هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يجيبه، لما قال له إنك تنهى عن السب رأى فيه أنه يريد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحول عنه، يعني حول وجهه عنه. فالرجل تحول مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل إيه الرجل؟ كشف عورته، كشف عورته وكشف إسته، يعني كشف مؤخرته أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنه ودعا عليه، فالله عز وجل أنزل: ليس لك من الأمر شيء. ثم أسلم هذا الرجل فحسن إسلامه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا على الرجل ثم نهي عن الدعاء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى علم في بعلمه الأزلي القديم أن هذا الرجل سيكون من المسلمين. ومع ذلك فالحديث مرسل غريب، يعني ليس على درجة عالية من الصحة. الرواية فيها مقال. نقف هنا. الذي يهمنا الآن هو إن إحنا نعرف أهم الدروس التي أخذناها من غزوة أحد.
والتي منها شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام الله عز وجل للمسلمين بالنصر رغم قلة العدد، والتي منها إنه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وربما من الرحمة إن الواحد يدعو على رؤوس الكفر ورؤوس الضلال، لا بأس بهذا، بنية أيضا إن ربنا يكف شرهم عن الناس. من الدروس أيضا اللي احنا أخذناها إن الأمر كله بيد الله، وهذه الآيات لو حضراتكم تفقدتم فيها هتلاقوا إن فيها دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان القرآن من اختراع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان القرآن الذي جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يخاطب النبي نفسه في القرآن فيقول ليس لك من الأمر شيء؟ هذا يدل على أن المخاطب بالقرآن الذي يأمر في القرآن ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سوى عبد من عباد الله يأتمر بأمر الله كما يأتمر سائر الناس. وأنا كنت قلت قبل كده إن إحنا ممكن من خلال التأني والتعمق والتأمل في أحاديث أسباب النزول وروايات أسباب النزول نستخرج منها بعض الأدلة التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دروس كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره، وأن يختم لنا وإياكم هذا الشهر بالخيرات، وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.